تعرف لما قال له ايه؟ انتشروا منتشرين كلهم، انا وانت مع الزمالك مش هتنتشروا. يعني منتشرين مع كل الفرق عانت، كل الفرق عانت. هات لي يا عم الكاميرا، هات لي اللي مش عارف. كل الفرق عانت، كلها عانت، والله ما بهزر، كلها عانت. مش السنه دي بس يا كابتن سيد، مش هتنتشروا. قال وانت كمان مش هتنتشروا. كابتن سمير عثمان، كابتن سمير عثمان مساء الفل. كابتن سمير، مساء الفل، عامل ايه؟ مساء النور، وبمسي على الكباتن الجمال اللي مع حضرتك كلهم في الاستوديو. طيب كابتن سمير، لازم تبقى فاتح التلفزيون وانت بتكلمنا، تمام؟ حاضر. علينا. حاضر. اوكي اوكي. شاهدت اللقاء النهارده، اللقاء الثاني، اللقاء الاول هناخده بعد شويه ان شاء الله الرحمن، اللي هو حرس الحدود ونجوم اف سي، لكن بنتكلم على اللقاء الثاني، ولقاء المقاولين والزمالك. من وجهه نظرك، ضربه جزاء اللي احتسبت للزمالك في الدقيقه 6، وضربه جزاء اللي لم تحتسب للمقاولين العرب في الدقيقه 87، انا هتكلم ككوره وكحكم كوره. لو انا طبعا المباراه دي، ده يمكن ضربه الجزاء الاولانيه اللي اتحسبت لنادي الزمالك دي تتحسب. تمام، احنا عندنا اهم حاجه عنصر التعمد، عنصر التعمد ده مش موجود خالص، ده رقم واحد. رقم اتنين والمهم، المسافه. في ناس يا كابتن سيد حسبوا المسافه اول ما اللعيب بتاع الزمالك الاولاني بيعمل الكره، لو حمد النجاز، لكن هي بتلعب على الثانيه بقى، بتلعب على الثانيه انت. هو عليك على الثانيه، اللي هو المهاجم اللي في قلب المدافع. تمام، المدافع اللي في قلب، بتلعب على دي يا كابتن، بتلعب على دي حضرتك. طبعا لا يمكن يلحق يشيل ايده. ليه؟ بسبب بسيط، هو اصلا مش شايفه، لان هم من الطبيعي ان اللعيب المهاجم يلعب الكوره صح. تمام، لعيب المهاجم ما لعبش الكوره، فجت كوره فجائيه للعيب لعيب المقاولين. شفته هو ايده اصلا ده، تلاقيه راسه كمان فوق. كوره جت في ايده، دي كوره فجائيه ما يلحقش يشيلها لسبب بسيط، هو مش متوقع. علاوه بقى، علاوه الكوره جايه، الكوره جايه في اتجاه ايده. خلي بالك من الكلمه انا بقولها يا كابتن سيد، الكوره جايه في اتجاه ايده، في فرق. ايديا انا تروح للكوره، يبقى ده كده تعمد. لو الكوره جت في ايديا ومسافه قليله، ما فيهاش اي نوع من انواع التعمد، ولا تسمح لي ولا تسعف لي اني اقدر اشيل ايديا. فانا وجهه نظري، انا طبعا اللعبه دي بلاي اون، وقد يكون الحكم الخامس بنسبه كبيره حسن السنديسي، طبعا هو اللي حسبها. طب السنديسي حسب الاولى، الثانيه من وجهه نظرك شفت الكره الثانيه بتاعت المقاولين في الدقيقه 87؟ انا شفتها طبعا. ايه تمام، لا الكره دي قريبه جدا من امين عمر، مش محتاجه حسن، مش محتاجه حسن السنديسي. ليه؟ لان دي لو انت بصيت على امين عمر هتلاقي من حوالي 4-5 يارد المسافه قريبه. تمام، لو هتحسب بنفس المعيار يبقى دي اللي تتحسب، دي اللي تتحسب، دي اللي تتحسب، مش الاولى. طيب بنفس المعيار، بنفس المعيار دي اللي تتحسب. مش حضرتك، حضرتك قدامك تلفزيون مظبوط؟ مظبوط. شايف. طيب اديني وضع التشريحي والتمركز الفوق الممتاز، الفوق الممتاز لامين عمر وحسن السندبيسي. لا دي بتاعت لا استنى بس، شوف هنا، بص هنا، لو انت قدامك التلفزيون وبتتفرج علينا مظبوط؟ انا قدامي. شايفه. شايفه. بص حضرتك شايفها يا كابتن سمير؟ شايفها يا كابتن. بص ده حسن السندبيسي اللي كان متحمس جدا في الاحتساب الاولى، يعني ثقه في النفس منتهيه فظيعه. الثانيه بقى، بص كابتن امين عمر فين؟ وهو بقى ده مفيش واحد تمام قدام كابتن امين عمر انت الا خيال امين عمر بس. انت عارف الكره دي توصلنا النتيجه يا كابتن، ان اللي حسب ضربه الجزاء الاولانيه حسن السندسي مش امين عمر، لان واضح تقدير امين عمر في الكور لذا دي ما يحسبهاش. طيب ده تقدير امين عمر، حضرتك قدام التلفزيون، بص الاثنين شايفينها يعني، وانت بتقول يعني تحليلك. لان امين اقرب. حضرتك قدام قدام التلفزيون، اعرض لي يا عم كره احمد علي يا سمير، انت قدام التلفزيون. ها انا استاذ التلفزيون. ماشي يا ابو الكباتن، اتفرج يا ابو الكباتن. ماشي كابتن سمير، انت معايا؟ السنة اللي فاتت يا كابتن سمير، السنة اللي فاتت يا كابتن. ضربة جزاء. الوضع كابتن أمين عمر فين؟ موجود ولا عالمي. مش موجود؟ عالمي رائع. يشوفها ولا ما يشوفهاش؟ كمل. إيه؟ لازم يشوفها، في دفع خلاص بجسمه الشمال، بإيده الشمال. هات وضع أمين عمر واقف عنده يا سمير. أقف هنا يا حبيبي، أقف هنا. يعني لو ترجع ثانية بس عشان الدفع يكون تم. ممكن من الأولين. بس كده. اتفضل يا ابو كباتن. طبعا. طب انا همشي معاك، انا همشي مع حضرتك ان الثانيه اللي هي بتاعه السنه دي ما اتحسبتش، ونوفمبر السنه اللي فاتت ما اتحسبتش، ونوفمبر السنه دي ما اتحسبش.
هو نوفمبر عند كابتن امين عمر ما بيجيش 28 ابدا، كله 30 يعني، او اسف فبراير، فبراير عند كابتن امين عمر كله 30، كله 30. انت عايز تخش الجنه يا اخي، ما ينفعش كده يا اخي. كابتن امين عمر، كابتن امين حكم الحكم، خلي بالك حكم الاضافي برضو واضحه برضو بالنسبه له هو امين. في الحكم الاضافي برضو مركز برضو على الحدث نفسه كمان، بس طبعا ده هنا وضع كويس قوي الامين انه ممكن. وبص الخامس برضو، ما انا قلت لحضرتك الخامس يعني مركز قوي على الكوره بصراحه، الكوره دي وما تحسبتش يا كابتن. طبعا هي تعرف المشكله في ايه يا كابتن؟ بص تعالى لي يا سمير لو سمحت، المشكلة في ايه بس؟ المشكلة ان الحكام بتتخيل ان المواقف دي بتعدي كده، يعني مفيش حد يفتكر حاجة يا عم، يعني احنا بننسى بسرعة وبنتكلم بسرعة وبنضيع بسرعة ومفيش مشكلة. كابتن امين عمر انا حافظ كويس جدا التواريخ، حافظ كويس جدا، وحافظ ماتش الاهلي وانبي، ثلاثة ضربات جزاء للاهلي ما اتحسبوش، وحاسب كويس جدا السنة دي. وانا بقول لك انت كنت صح على فكرة، بس عشان الناس تبقى واخدة علينا الكلام بتاعنا، انت حاسب على الاهلي ضربة جزاء صحيحة 100% في مباراة مصر المقصة، وكانت النتيجة 2-1 لمصر المقصة، وكانت الكرة مشتركة ما بين شريف اكرامي وانطوي، وهو في وضع تشريحي ما يسمحلوش انه يشوفها، هو خدها بالاحساس بخبرته، حسها وحسبها، والنتيجة كانت 2-1 وهي صحيحة صح، ما بلموش فيها. لكن مش ممكن ابدا الصدف دي، يعني محمد الحنفي 6 ضربات جزاء في موسمين ما يتحسبوش، امين عمر 3 ضربات جزاء في موسمين ما يتحسبوش، يعني انا مش قادر، يعني يمكن الاحصائيات دي حافظها، يعني يمكن حافظها، انا هجيبها لك، انت هتبقى معايا هنا ده ولا بالكمبيوتر، انا هقول لك بس، انا يعني اعتبروها لحظه صمت، ما بهزرش وحياة ربنا عشان الدنيا تتصلح. اوعى في يوم من الايام تفتكر ان سكوت الناس ده معناه ان هم مش واخدين بالهم، ده ممكن سكوتك انت مهتم بنفسك وخلاص، يعني فهي لحظه صمت بقى، دي احداث كده تقف كده وتبقى دي احداث، ما في، اعمل اللي انت عايزه، لكن في النهايه لا تستقيم الامور بهذه الطريقه، لا تستقيم يا كابتن سمير. بص يا كابتن اتفضل. طب استنى بس قبل ما اسيبك، بس معلش قبل ما تقول لي، بص هوريك لقطه كده وقول لي قرارك التقديري او التاديبي او الاداري في لقطه زي ديت. اتفضل يا كابتن سمير عكاشة، اتفضل طارق حامد. معايا يا كابتن سمير؟ انا معاك كابتن. ماشي اتفضل يا كابتن. بسرعه الترين. حسن السندبيسي وقلنا ماشي، امين عمر وقلنا معلش، طب والحكم الرابع؟ خلي بالك هنا، ما تزعلش مني هنا، الحكم الرابع هيعمل ايه؟ لان دي باينه للحكم، يعني الحكم الرابع خلاص شاف المشكله، الحكم الرابع معاهوش كروت، صدق بالله اللي معاه الكروت هو الحكم، صدق بالله دي طبعا انذار، صدق قول لا اله الا الله، بس لا اله الا الله، ده ما ادالوش انذار في دي خالص. بص بقى، انا عاوز اقول لك حاجه كابتن سيد بعد اذنك، واعتقد كابتن ماهر وكابتن اسامه وكابتن بلال هيتفقوا معايا، كره زي دي اما تدي انذار لطارق حامد انت بتحميه من مشكله ممكن تحدث بعد 3 4 ثواني. طبعا شيء طبيعي، بتوع المقاولين مش هيسيبوا زميلهم يعمل كده. طبعا ده انت كمان بتدكك الاحتياط، ده انذار، ده انذار ادى انذار للاعتراض وما اداش حاجه على دي. بقول لك يا كابتن، نعم انت متوضي خش الجنة، الحق الحق يا سمير، شكرا جزيلا لحضرتك، شكرا حبيبي يا بالليل، شكرا حبيبي. طيب خدنا الموضوع، لا نسمع فنيا بقى بلال.